عايز تشوف بس دي مفاجأة يعني. ماما تعمل لك حاجة؟ ما ينفعش تشوف دلوقتي، مش دي مفاجأة. طب اقعد هناك وهاجي دلوقتي، اوكي؟ يلا روح اقعد، يلا روح اقعد بسرعة. لا لو ما قعدتش مش هينفع، لازم تقعد الأول. خلاص مش عايز؟ عايز؟ عايز الحاجة اللي جوه هنا؟ طب روح اقعد. ها؟ بتكسره؟ لا هي بتحطه في باكيت. طب روح انت دلوقتي وانا جاي، اوكي؟ يلا. انا هزعق. هتزعق؟ اه. طيب تعال كلمني شويه. مع ماما؟ لا تعال، مش ماما دلوقتي. النهارده الجمعة؟ النهارده الجمعة بناخد حاجة، حاجة ايه؟ ناخد حاجة كيكة. حاجة كيكة؟ ناخد شوكولاتة كيكة تعمل دمك. شوكولاتة كيكة؟ مش كتير قوي يعني؟ انت عايز ايه؟ هنا ممنوع دلوقتي هنا، علشان في ماما بتعمل مفاجأة. عايز تحضن ماما؟ يا حبيبي الحب نزل عليك. انت هتبسط قوي يا ريمس، عملت حاجة حلوة. ايه يا حبيبي بابا، انت مالك؟ لا نزعل يا حبيبي. ممكن اكلمك اكلمك، اوكي؟ انا اكلمك، انت حلو، شيل الدموع دي. انا اسف، تعال بس عشان اكلمك. انت عارف ماما دلوقتي بتعمل ليك حاجات حلوه قوي في باكيت حلو قوي، اوكي؟ فلازم لو انت شفت انت رولت عشان يبقى في راسك، عشان لما تشوف تعمل كده، تشوف واو هيبقى ايه براسمي؟ هي عنده لعبة؟ لا مش لعبة، لا حاجات حلوة هنا في البطن. عندهم؟ حاجات تاكل حلوة. انا عايز حاجة حلوة. حاجات كتير حلوة، اوكي؟ وانت هتاكل منها، بس لازم الاول تصبر شوية، انت كمان تعبان. نعم. اوكي؟ شوف انا هقول لك حاجة، تاخد الحاجات الحلوة. اوكي انت عايز حاجات حلوه، عايز تعمل كده واو كده، يبقى نقعد شويه هنا في الصاله مع اخواتك هنا ونتفرج شويه على الفيلم ده. ليه برا شويه كده؟ ليه؟ انا عايز اروح ماما، انا عايز اروح ماما. بس ممنوع تشوف، وجانا ممنوع تشوف، وماريا ممنوع تشوف. ايوه انا هعمل كده. هتعمل كده؟ هتعمل كده ولا هتعمل كده وتشوف؟ انا هكتب ليندا. هتغمض عينك؟ طب مش محتاج تيجي تغمض عينك، خليك قاعد هنا وما تشوفش هنا. اوكي انا 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 هسأل ماما، انت بس اتفرج شويه، اوكي؟ دايما بتتكلمي عن الصحه وان الواحد ياخد من صحته، والسكريات حاجه وحشه، وان احنا طيب يعني احنا او طيب خش الحمام يلا. انا وانت طبعا احنا بناكل حاليا اكل صحي، لكن يعني مش دوت حاجه كده غريبه شويه يعني؟ انت مثلا بتدي عيالك سم هاري وسكر، ويعني انت بتاكلي صحي؟ ايه رايك في الكلام ده؟
لا انا قلت للناس فعلا يعني احنا كاسره يعني عندنا ادراك بموضوع الصحه وانه السكريات حاجه مش كويسه والاولاد المفروض ما ياكلوهاش. اتكلمت شويه كده عن الموضوع ده. اتكلمت كمان على اننا احنا فتره انتقاليه لازلنا وروتيناتنا كانت خربانه. فالحمد لله بصراحه دي اول مره الاولاد ياكلوا سكريات من يمكن معرفش يمكن شهر ولا حاجه يعني. قبل كده كان عمال على بطال وما كناش عارفين ان احنا نسيطر على الموضوع ده. فاخر شهر الجمعه ده كان بيبقى مثلا كيك. عرق سوس شفاه وخميس سوس يروح كل عرق سوس يا جوز يروح كل. فكان الموضوع كان تقريبا شهرتين. فبالعكس انا دلوقتي فخوره جدا ان انا قدرت ان انا اسيطر على موضوع السكريات ده في حالتنا احنا الاثنين وبالنسبه للولاد. فدي اول مره من فتره يعني ياكلوا سكريات. وما بين الحين للاخر لازم برضو يعني والا الكلام ده هياكلوه من ورانا. فاحسن يبقى تحت السيطره والحمد لله. يعني مساله انه كل شويه عايزين سكر كل شويه يعني مش جايين حاجه حلوه. طب يلا روح كل احنا جايين. ماما هو كبير سكر هو كان عن بلندا هو كذا. انا شط بلندا شط بلندا انا شط جمعة بجان. انا كنت ياكل انا كنت عم خايف بلندا مستكسة. انا رح بيت على مصطفى رح يلا هيك بود استعجلي. طبعا ابن الذين ده قطعني للمرة الألف. الشاهد في الموضوع ان في دلوقتي سيطرة موضوع في سيطرة وفي تقدم اطفال يعني ما موضوع التأثير فينا احنا ككبار الكلام ده مأساوي يعني. بس بالنسبة للأطفال يعني لو مرة في الشهر كده ولا حاجة مش مشكلة يعني. الحمد لله ده مش كلامنا احنا حتى كلام كتير من الناس اللي نسمع لهم يعني في موضوع الصحة والكلام. لا فعلا مبسوطة جدا الحمد لله لانه في الاخر الحاجات دي سيئة جدا لي ومش كويس خالص بس برضو مهم الواحد يفهم الناس لانه يعني هو مش تبرير يعني كل واحد حر في نفسه في الاخر يعني وهيتحاسب مع نفسه يعني. لكن عشان الوعي يعني يكون يعني برضو ايه جزء من ال... طب نروح ناكل اكل الارانب ده قصدي اكل ال... والله حلو بصراحه ودبح اسمها ايه سبسي كريفينج بتتقال عادي كريفينج دبح الكريفينج دبح يعني. وانا بحضر للاولاد كنت عامله يعني الرغبه في السكر اللي هي القويه دي. كنت حاسه ان انا خلاص بقى دلوقتي هنتقم للشهور اللي عدت يعني. اسبقني انت بقى وقولي لي هنعمل ايه. اوكي لازم نغمض عينينا كلنا نغمض عينينا. اقعد عند ماريا انت غمض عينيه ماريا. هو الكبار كله يغمض عينه. اقعد عند ماريا اقعد عند ماريا حبيبي. ما تغشش يلا هم مغمضين دلوقتي. انا هقول لكم ممنوع حد يفتح عينيه. غمضوا عينيكم كلكم. دي بتاعت هينوس. دي هينوس. دي بتاعتك لوكا. هينوس. شفت في الدرك لما تصبر ماما تجيب لك حاجة. انت بتعرف؟ انت عجبتك الاوبن السيو.
في غيبة ونميمة حصلت وأنا مش هنا. حلو؟ حلو؟ طبعاً حلو. كيلو سكر مفيش أحلى من كده مش كده؟ ماما أنا عايز سبايدر مان وعندها بنت. عندها بنت عندها برنسس. عندها أميرات. كمان عندها بنت. أنا بس عايز أكمل. بقالكم فترة كمان مع الكيتوش العك الرهيب اللي هيحصل ده، فأنا أحاول أعتزل جلسة السوق دي لأنه السكر بدأ يعني يطلع لي في دماغي الريحة بس كده يعني. وأنا وبابا هناكل ورق الشجر. اشتريت تفاحتين، تفاحة ليا وتفاحة لأبوكم، تفاحة ليا وتفاحة لأبوكم. ماما كمان جبت بطانة. انا وبابا ما ينفعش ناكل سكر كده زيكم، انتوا ممكن تاكلوا مره في الاسبوع مره كل فتره كده، بس انا وبابا ما ينفعش. لا بس انا جبت مشروب لبابا وماما ما فيهوش سكر، وجبت تفاحه وجبت لونش. بابا يجيب لي بره.